الطريقة الآلية ممكن، بس برضه هتعتمد على لاين أو بوليجون، مش هينفع تعتمد على بوينت أصلا خالص. الطريقة الآلية إنك هترسم خطوط بالشكل دي، بالشكل ده كده على النقاط، وبعد كده تستخدم الأداة create random points، وبعدين في الأوتبوت output point features class هتسميها وليكن مثلا ناصر، وفي ال constraining feature class هتختار طبقة الخطوط، مش طبقة النقاط، طبقة الخطوط. وبعد كده number of points هتختار الفيلد، الفيلد ده أنا حطيته هنا وليكن دي عدد النقاط اللي أنت عايزها قصد كل نقطة يعني. فبنختار الفيلد، وبعدين بنختار الفيلد اللي موجود هنا اللي هو النام، وبعد كده بقول له